حتى بالموصل التصميم الأساسي ما مغيري، وجنابك تدرين يعني احنا طلبنا من رئيس الوزراء وافقنا مجلس الوزراء الموقر انه ينطينا معسكر الغزلاني اللي بحدود 5000 دونم، هذه اكثرها راح توزع للموظفين والشهداء يعني لانه احنا مستنفذين التصميم الاساسي. احنا عندنا مشكله ست وجدان، الساحل الايسر عندنا منطقة الأخوان الشبك والمسيحيين، وأكو قرار من المحكمة الاتحادية ممنوع توزيع الأراضي والبناء لأنه يعتبروها تغيير ديموغرافي. ما ظل عندنا بس الجانب الأيمن هو اللي بمجال. احنا وزعنا يمكن 2700 شهيد، وحاليا أيضا احنا موجهين مدير بلدية، ومن راح ناخذ الغزلاني هو راح يكون للموظفين وراح يكون للعوائل الشهداء والجرحى، وقسم منها راح تكون يعني على شكل مجمعات سكنية ان شاء الله. نعم سيادتك، عندنا ايضا اتصال. اما ملف التعويض، نعم تفضل. ملف التعويض ست وجدان، المعاملات من القضاء تروح الى بغداد للأمانة العامة لمجلس الوزراء والوزارة المالية وتجينا الأسماء. يعني احنا قلت لك خلال هالسنة يمكن عندنا بحدود 15,000 معاملة وصلتنا ودنا نوزع بيها ان شاء الله. طيب عندي اتصال ابو محمد من الموصل. طيب ارجع لسيادتكم، موقع الخسفة لماذا لا يتم فتحه؟ يعني هواية إجابات وأسئلة عليها كثيرة من الأهالي اللي يبحثون عن أولادهم. ست وجدان بالنسبة للمقابر، هذه الراد لها تقنية عالية وإمكانيات. احنا طالبنا الحكومة المركزية والإخوان النواب السابقين طالبوا، لكن الحكومة ما عندها إمكانية. يعني ترى اللي انفتحت خاصة مع الهنة الأيزيديين يعني هذه منظمات دولية اجت فتحتها. احنا مطالبين يعني المنظمات الدولية ومطالبين الحكومة المركزية وأيضا من خلالكم. واحنا تكلمنا من منابر إعلامية أخرى وبطرق رسمية، لابد أنه الحكومة المركزية توفر الإمكانيات لفتح مثل هذه المقابر الجماعية.